شهادة قرطاسة فهمتيش ساروه والو مبغيتيش فهم إوا الزطلة اللي ليها ليها كاع أه حرام بلي شكون قالها لك مذكورات في القرآن الخمر هو اللي مذكور القرآن أه المغرب عمر بالحانات هذا ما كيف مذكور جيها في القرآن أه ندير صحتي كندير حرب على جسد ديالي وانتوما كديروا حرب على الله الريبة ماشي حرام ماشي حرب على الله الريبة هي نذكرها في القرآن ما كاع ما نذكرش حتى المغرب معمر بالريبة باش خدام ما كنخدمش اش كندير كان بالضبط الارض المخزن باش عايش بهذا هذا اه ادوات تاع الخدمه ديالي و فهمتي علاش كنكميها الزطله كنطرد بها الخواطر الرديئه من البال باش كنرد المجاج ملي كطلع لي القردان في السطح مكنبقاش نعقل نقدر نتعدى كنقلب كردو بها المجاج ما نتعدى حتى لا واحد ندير حرب على الجسد ديالي ما شاء الله فهمتي ودابا الخضرة الهضرة ما تشري خضرة المشاكل ماشي في هذا كاين مشاكل في ربعة في المغرب كاين الرشوة الرشوة في كل مجالات الحياة المغرب راه ما نهضر ليش نتوما حاطين على البوليس والجدارمية هذا انت مولا الشعب كتحرشهم علينا ولا كاع كياخد حقه والكار راه في 40 هو داير فيه 80 اسمو بغيتي هو داك 40 يخليه يتقلاو تما في الشمس ولا في الشتاء كيقطمو الرمالة والنص كياخد حقه عطيه وخلصوه مزيان ما يشدش الرشوة ها زيتوهم شحال شحال زيتوهم فهمتي هذا الاول كيقري وفي التالي هذيك اللي على بالك بلا ما نقول لك انا ما نقول لك وانت ما يخفى عليك فهمتي قلت لك شنو الفساد في ربعه الرشوه هاهي مكتوبه هنايا حنايا 90 في العرب ديال كاين 17 اللي داروا عليهم الاحصائيات حنا 90 كلاسي و 85 على 178 دوله وكاين اختلاس المال العام انا ما كنهضرش على المقتصد تاع المدرسه خدا كيلو تاع الزبده ولا جوج بيضات هذا كيمشي يعطي لوليداتو مسكين تا هو دار الدم كمالة ديال الدم تاع نتا دار نتا ما اجي نتا كترد البصر في الزنقه ايوا كيف كيف هو دار الدم تاع الدم وربما تكون في ديال اخر كان على هذيك اختلاسات الكبار انا واحد المره كنت ني كنت ماليه واحد صفر 4 المليار او طلع قراد واحد صفر 12 مليون ما طلعوش حتى الجز قلم كيفاش انا هذا كيشفر 4 ويطلعوا انا 12 ما طلعش قالوا انت ما كتفهمش كضرب تحت الحزام خصك تضرب الفوق فهمتيني ولا لا انا ما نقول لكم انت ما يخفى عليك كل شيء فاهم قالوا الاختلاسات قبل ملاير اكياس الصندوق السياحي العقاري السياحي صندوق الوطني الدار الاجتماعي هذا هما الاختلاسات قد تقول لي انت هذاك فلان دار البيضات ولا كيل الزبله والزابونيه فين ما مشيتي الزابونيه وما خطيني بداك الزابونيه مشيتي دخل هكا دير عقد ديال قال لك اجي اجي انت ولد عمي ولد خالي اجي ولا شي للطبيب لا هذا على الزابونيه فوق انا داير ذنبيه كيفي كيفك كيف اي واحد وانت ملي كتشوف هذاك الافلام المسلسلات المدبلجات هذاك راه حرام هو كيدير الحرام انا راه الزابونيه الفوق فين هذا عاطيه مقالع البترول ولا مقالع الريمان ولا اخر كيصيد في الافاق البحر البحر ديال الشعب كله بواحد كيصيد الراس تما يدخل الملايا طيب تنزيلي انا شتي الهضره ما تشري خضره نقول لك نيش اللي كاين هنا ما نكذبش عليك تزور انتخابات انا كنزور انتخابات انا قول لي انا عاد كنزور انتخابات انا هو اللي كنسجل انا هو اللي كندير 99.99
حد مسكين هذاك السيد كيعطي 10,000 فرق ولا 5,000 فرق يغدي مسكين فهمتي، ما بحالوش مقطع بحالي، ها حتى الرسطه ما عنديش باش نكبرها فهمتي، كيعطيها كيتغدى مسكين كيمشي يصوت عليه ما عايق حتى هو دنبو دنبو الامية راك عارف حنا المغاربة هادي هي تزور انتخابات وتزور انتخابات. كانت بدات شوية في 2002 قلكات شوية القضية، ما 2007 صافي تكرفصت كاع وما كيديرو شي لعيبات هكا باش كيلقاو تبريرات باش يزورو، زعما القاعدة غادي تطلع تحكم زعما الخوانجية وكاع يطلعو الخوانجيين المريخ. شكون الخوانجية؟ بنان كاع عند اللحية شي هي الخوانجية؟ بنان كيصلي مالكم باغي الوطن ديال المصلحة فهمتي، انا عندي كيف كيف خوانجي ولا كومينيست ولا كاع عمو اللي بغى يكون، انا فهمتي اللي بغى المصلحة الوطن ويوم القيامة كاع كل شهر تعلق بكرعة فهمتي كاع خطأ فهمتيني، وانا هضره ما تشري خضره انا ما نزيدكش